قرأتها صباح نغير ومحطتنا التالية هي مع الدراما. أكيد زينب، محطتنا التالية رح نقلب فيها صفحات الدراما السورية والأعمال يلي عم تعرض خلال هالموسم الرمضاني، وكيف كان الانطباع عن هذا الموسم لعام 2017 بما يخص الدراما وما لها وما عليها، مع الكاتب الصحفي عمار نعمة. يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير عمار. يعني نحن عم نشهد هلا يمكن ماراثونا بالمسلسلات الرمضانيه بعام 2017، بدي منك كصحفي قراءتك للمشهد الدرامي هلا، خاصه في انتقادات كثير، في يمكن حتى هجمه على الدراما السوريه، فانت كصحفي كيف بتشوف هذا المشهد الدرامي؟ يعني هو الحقيقه والانصاف انه الدراما السوريه كانت في عام 2017 دون المستوى المطلوب اللي كان ناطرينه الناس، وبالتالي توجهت الى هي الانتقادات كلياتها او دون الطموح. نحن بالنهايه اصحاب تاريخ طويل في عالم الدراما، وبالتالي يجب ان لا نقبل اي انتكاسه في هذه الصناعه او في هذا العالم اللي نحن كلياتنا بنحبه وبنقدره، ويوم ننقده بنكون خايفين عليه اكثر ما نحن هو نحن بدنا نوجه انتقاد سلبي له. هلا المشهد بشكل عام كان الاعمال، يعني للاسف انه الاعمال الايجابيه او الجميله او اللي لاقت صدى مهم عند الناس قليله قياسا بكم الاعمال اللي كانت موجوده. يعني نحكي اول شيء على المستوى الاجتماعي، اعمال اجتماعيه، اعمال اجتماعيه كانت مثل تصور انه مسلسل شوق للمخرج رشا الشربجي احتل هيك حظوه منيحه عند الناس، ربما هو طرح قضيتين مهمتين للناس فالناس انسجمت معه، وخصوصا هو جسد الواقع ولكن بطريقه مختلفه عن ما رايناه في الاعوام الماضيه حول الواقع، فطرح قضيه الحب في زمن الحرب، هذا الطابع جميل عند الناس، الناس بحاجه لهذا الشيء انه يشوفوه ضمن هي الحرب اللي نحن عم نشوفها واللي عايشينها كلياتنا واللي كلياتنا تالمنا منها وتعذبنا منها. والمرحلة الثانية من العمل اللي هي مرحلة السبايا، وهذا الشيء اللي كان مؤلم أمام الناس كمان، ولكن استطاعت إنه المخرج رشا الشربجي توظف هدول الفقرتين الأساسيتين في العمل بقالب جذبت الناس لها، بالإضافة إنه بعض الممثلين بالعمل لعبوا أدوار جميلة. يعني شاهدنا مثلا على سبيل المثال مثلا فنانة سوزان نجم الدين بدور مركب جديد، يعني صرنا زمان افتقدنا للفنانة سوزان تعمل هيك شيء. حتى أنا من وجهة نظري الفنانة لينا حوارني، يعني صرنا زمان ما شفناها بإطلالة تثبت هذا الوجود تبعها بهي الطريقة، وكانت رغم صعوبة الدور اللي هي عم تقوم فيه وكانت عم جسته بشكل منيح. هلا ايضا كمان كان في مسلسل لست جاري على المستوى الاجتماعي، ولكن يؤخذ على صناع دراما انه دائما هذا اللي بسموه هيك بالعامية المطمطة بالأعمال، يعني 30 حلقة، نحن دائما ملتزمين انه نحن لازم شهر رمضان لازم يكون 30 حلقة، وهذا الشيء على فكرة عم يضر المسلسل. يعني أنا لاحظت السنة كان في مسلسل اسمه غرابيب سود، يعني رغم أنه ما تابعته كثير بس قالوا لي أنه هو 15 حلقة أو 20 حلقة، يعني طيب أوكي إذا هو خدم الموضوع ب 20 حلقة وأدى الفكرة اللي بده إياها بيكون أفضل ما يعملوا 30 حلقة ويكون هذا المد كلياته عند الناس. تمام عمار، خلينا نحكي هيك بشكل عام عن تقييمك لهذا الموسم الرمضاني. افتقدت الدراما السورية كثير من الأعمال اللي تصورت وما انعرضت، بدنا نقيم بشكل عام. نحن مثل ما بنعرف الدرامانا السورية هي الدراما الأولى وستبقى الأولى إن شاء الله يا رب، بس منحكي عن تقييمك هيك بشكل بسيط. نعم، يعني موضوع العرض وهي نحن أكيد منعاني من مشكلات تسويق وإنتاج، ونحن في زمن الحرب فيعني أكيد نحن معذورين شو ما صار. يعني أنا دائما بقول إنه منيح إنه في أعمال كثيرة، ولكن يجب التركيز على النوع أكثر ما نركز على الكم. فبالتالي يعني مثلا لاحظي معي السنة مثلا كانوا عم يشتغلوا على الحالة الكوميدية، يعني قدموا اكثر من عمل كوميدي، واحد اثنين مثلا، قديش خلينا نسال بعضنا قديش حققت هي الاعمال حظوه عند الجمهور. هلا انا من وجهه نظري مثلا مسلسل ازمه عائليه اللي هو هذا محتل رقم واحد كونه بالاعمال الكوميديه للاستاذ هشام شربجي، هلا في انتقادات كثير عليه، ولكن انا من وجهه نظري نحن نحتاج لهذه النوعيه من الاعمال كوميديا. تمام، يعني كان يؤخذ على الاستاذ هشام انه هذا ستايله من زمان، 5 نجوم وست نجوم وسبع نجوم، واعاد هي النسخه للعام 2017. اوكي عال، اذا كان هي لها حظوه عند الجمهور فما في مشكله يعني انه يرجع، وبالنهايه هي عدسته ونظرته، كل مخرج له نظره وله عدسه معينه.
والفنان رشيد عساف يعني استطاع انه يقدم شيء يترك بصمه هو والفنان رضا شميس. اكيد نوجه لهم تحيه. اكيد نوجه لهم تحيه للاثنين. ولا سيما نحن نفتقد يعني اذا بدنا نحكي بصراحه نفتقد للنص الكوميدي الحقيقي يعني اللي بجسد واقعنا واللي بيضحكنا وبيبكينا، وهذا الشيء صرنا زمان ما عم نشوفه. يعني من مسلسل الخربه لليوم ما طلع مسلسل كوميدي لفت انظار المشاهدين مثل الخربه. نرجع كمان لورا مسلسل ضيعه ضايعه، يعني بتلاحظي انه كل سنه سنتين ليظهر مسلسل واحد، فبالتالي نحن هون عم نعاني من ضعف بالنص، بالاضافه انه في كثير من الممثلين السوريين ما عندهم الجراه يدخلوا بعالم الكوميديا، ما عندهم الجراه، لانه هو بيكون بمستوى معين من التمثيل بيقول لك انا بخاف انه ادخل هذا الكلام منهم وليس مني، يعني ما عم بجتهد من حالي، ما بسترجي انا افوت على حالي، انا بخاف ما بعرف شو هي نتائجها سلبيه او ايجابيه، فما بدي روح كل الشيء اللي انا عم بشتغله بمسلسل واحد يحطه مني هي. عمار طب مثل ما قلت يمكن نحن عم نعاني من ازمه نصوص وعم نشوف هذا الشيء، يعني المشاهدين عم بيشوفوا هذا الشيء من خلال المتابعه للمسلسلات السوريه، خلينا بس نتعرف على وين اخطات الدراما السوريه هالسنه، وين اصابت، على شو بنقلها برافو، على شو بنقلها لا انه هذا الشيء مؤشر خطر. يعني الدراما السورية مو بس بعام 2017، بكل الأعوام تخطئ الدراما حكما يوم تتعامل مع الجمهور بأن ما تنتبه لكلام الناس. يعني أهم شغلة هي بالدراما أنا برأيي وعلى صناع دراما أنه ينتبهوا، لأنه أول شيء لازم ينتبهوا للناس، لأنه الناس هن الحكم أهم من الصحفي والناقد. أكيد وكل شيء. أكيد الجمهور. وبالمناسبة يعني أنا بدي أشير أنه جمهورنا زواق، يعني بتعطيه عمل. هلا في عالم بتقول لك أنه والله في قدمنا كثير مسلسلات بس هذا كثير متابع، ليس مقياس المتابعة بجودة العمل. بجوز أنا يعملوا لي برومو عرض هيك يلفتوا نظري كمشاهد وأنا بس أتفرج على مسلسل أصيب بالخيبة من هذا العمل. فبالتالي يوم تقدم أعمال غير مرغوبة من الناس، يوم تعمل 4-5 أجزاء من كل مسلسل، فهي الحالة الاعتيادية اللي صرنا فيها، يوم تتحول الدراما من صناعة يعني من صناعة على تجارة، يعني انه هي ما بقى تهتم بالناس فقط بدها تحقق ربح. صح. وتبيع بغض النظر عن النتائج، بغض النظر عن السوية، بغض النظر عن النوع، بغض النظر عن اختيار هذا الممثل لهذا النص. هلا في من عندنا بعض المخرجين لحد اللحظة بيعرفوا يقروا على الورق ويختاروا هي الشخصية، يعني يختاروا الشخصية المناسبة لهذا الورق، بعكس كثير في ناس انه هن صاروا يعملوا انه هي صار في تطفل كثير، يعني المخرج الفلاني بنجيبه بنشتغله هون وهذه الممثله بنحطها بهذا النص، بس هدول الاثنين ابدا مو راكبين، يعني هدول الاثنين ابدا مو متوازي، فبالتالي بصير في خلخله بالعمل، بيكون ممكن النص يكون قوي بس الشخصيات مو قوي، او العكس بيكون المخرج قوي او النص والى اخره بهالطريقه. هذا عمار كان في لك مقاله بجريده الثوره لم يعد لدرامانا مثل الطعم اللي كنا نعيشه من قبل، هي حقيقة وما أنا من نسج الخيال وليس كلام نردده بالهواء، هذا كان عنوان. برأيك هذا المقالة أنت كتبتها بسبب الانحدار يلي لاحظته بالدراما السورية، شو السبب برأيك؟ والله أنا بصراحة نقلت صورة الناس لمقالتي في جريدة الثورة. يعني أنا قلت لهم حافظوا على الدراما، يعني أنا يوم تابعت المشهد الدرامي بشكل عام ببداية يعني ما راح أحكي عن حالي، نقلت صورة الناس اللي هي أصيبت بالخيبة إنه ليش هي الأجزاء كتير، ليش هي الأعمال هيك وهي ما لها طعم، ومن ثم التكرار. كنت دائما أقول لهم يعني بالزوايا الصحفية احذروا التكرار، احذروا التكرار. يعني مسلسلات البيئة الشامية مثلا كل واحدة منهم 3-4 أجزاء والناس صارت تقول لك إنه نحن ما بدنا بيئة شامية، نحتاج إلى أعمال اجتماعية تجسد واقعنا، تحكي عنا، تحكي لنا أفراحنا، سلبياتنا، إيجابياتنا. الناس بحاجة، الناس تعبت من شي حرب اسمه 7 سنين، فأنت يوم بعد 7 سنين تقدم له أعمال بيئة جامية فانتازيا، طيب شو الفائدة من الموضوع؟ نحكي يعني بكل صراحة وشفافية لكل من اللي عم يشتغل، يعني هذا بنرجع للموضوع إنه أنت عم تشتغل دراما ربح ولا تجارة ولا كيف تصنيفها عند هذا المخرج أو كيف هي الشركة المنتجة. وبالتالي نحن يوم نقول إنه انحدرت الدراما، نحن يعني مؤمنين كلياتنا بسوريا إنه الدراما السورية هي كانت وما زالت هي الرقم الأول في العالم العربي وهي صاحبة الحضور. يعني ما فينا ننكر إنه كل الوطن العربي بيتابع الدراما السورية، بس السنة
بس السنه كمان ما فينا ننكر انه نحن كمان الدراما المصريه حلقت بمجال معين، يعني في ثلاث اربع مسلسلات كان لها حظ عند المشاهدين، وهذا ما يتناقله الناس يعني بالشوارع انه والله تابعنا المسلسل الفلاني والمسلسل الفلاني. صحيح. ولكن ما نرغبوا انه الدراما السوريه تضل محلقه بأعمال اجتماعية جديرة بأنه تجسد واقعنا بأشكال وأساليب مختلفة وتكون قريبة من الناس، بالإضافة أنه ما لا بأس أنه نقدم جرعة كوميدية تكون كوميدية حقيقية وليس يعني عذرا تكون ساذجة أو تكون نوع من التهريج، بس لمجرد أنه نحن نصنع أعمال كوميدية ونقول أنه ليك ونحن عملنا كوميدي وعملنا بيئة شامية، يعني مو ضروري أنه نحن ننوع على حساب أنه نحن الجودة انه نحن يكون صحيح او لا. اكيد يمكن عمار كمان عم يعيش المواطنين السوريين المضحك المبكي مثل ما بيقولوا، فكتير مواقف ممكن تتحول لفعلا للدراما، يعني أكيد. الدراما تكون مرآة عم تعكس الواقع اللي عم يعيشه المواطن السوري. أكيد. انا بس بدي منك بالختام توجه بكلمة اخيرة لكل العاملين بالحقل الدرامي. انا اول شيء بقول لهم انه الله يعطيكم العافية على ما انجزتوه، وهلأ على فكرة عجلة الدراما بلشت تنطلق تبعت 2018، بتمنى انه هن بس يكونوا منتبهين لبعض اراء الناس لبعض انتقاد الصحفيين، وانه هن يختاروا اعمال طليق بتاريخ هي الدراما، وانه ما يستهينوا لانه نحن اصحاب تاريخ طويل في هذا الدراما، اذا خلينا فيها ف ما بدنا ننحدر نهائيا، بدنا نضل موجودين في الاعالي ان شاء الله. اكيد يمكن زينب انطلاقة عجلة الدراما بسرعه لل 2018 هذا الشيء من وراء النقد يلي عم اللي عم يتوجه للدراما السوريه. اكيد بدنا نتشكر وجودك معنا الكاتب عمار نعمه، واهلا وسهلا فيك مره ثانيه. شكرا لك عمار، شكرا لك على وجودك معنا.